السلام يلا مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم. بالنسبه للوصفه رقم واحد، هذيك اللي كانت هذاك الطاجين تاع البسباس فارسي في الفرن، شوف كيفاش راه الله الله. ودرنا لكم ثاني هذيك السلطه اللي راهي هنا تفور عفوا. انا هنا واش ندير هنا باش تفهموني برك، قلب باسكو بالك ما يفورليش دوكا، بالك حتى نروح فاصل ليتو. عندي شويه تاع المعدنوس، عندي شويه تاع الفلفل الاسود هكذا، عندي زوج مغارف تاع القارص محصور، عندي ربعه مغارف تاع زيت الزيتون، وعندي هنا الثوم ثلاث سنات تاع الثوم، وهذا البصل المرقد مع هذا الزيتون فاري الموف، ولكن عندكم المرقد من الاحسن. هنا نديروا تخليطه تتبيله، نقطعوا هذاك البسباس تاعنا بعد ما يفور الله الله، يحب بزاف المعدنوس، نخلطوها مليح، نديرهم في ليزاسيت، نديرهم شويه تاع الزيتون من فوق، شويه تاع البصل، وراح نتناولوه، راح تجي بزاف شابه الشلاطه هذه. حنا بالنسبه للوصفه رقم اثنين، الوصفه رقم اثنين مشاهدينا الكرام هي صبيعه تاع العروسه مقليين. شوفوا المكونات اقتصاديه للغايه، نجيب لكم برك الكاس اللي كيلت انا به، انا كيلت بهذا الكاس. انتوما باش ما تجيكمش لا كونتيتي بزاف، باسكو لو كان ديروا الكيس كبير تباتوا تحربشوا وتقلوا ما تكملوش، باسكو هذا الكاطو هذا زاكي. انا هنا وما عمرتش بزاف، انتوما ديروا بالكاس تاع الاتاي تاع الشاي، كاس تاع الشاي تاع الاتاي هو اللي تكيلوا به. عندنا كيله تاع السكر، وكيله تاع الزيت، وكيله تاع الحليب. كيله تاع السكر، كيله تاع الزيت، كيله تاع الحليب، وعندنا 6 كيلات تاع الفارينه، نفس الكيلة اللي نكيلو بها، كيلة سكر، كيلة حليب، كيلة زيت، 6 فارينة هكذا. عندنا حبة تاع البيض، عندنا باكي تاع خميرة كيميائية، عندنا مغرفة تاع القهوة تاع لافاني، وعندنا مغرفة تاع الخل باش الكاطو تاعنا يجينا خفيف ويديفلوبي لنا، وعندنا مبشور تاع الليمونة، مبشور ليمونة واحدة. نعاود لكم هذا الكاطو على بالي بلي حيعجبكم بزاف، سي بور سا اللي نقول لكم. عندنا كاس تاع الشاي تاع السكر، كاس تاع الشاي تاع الزيت، وكاس تاع الشاي تاع الحليب، هادو هما حاجة الأولى. يقابلوهم 6 كيسان تاع الشاي تاع الفارينة، باكي تاع خميرة كيميائية، لافاني، حبة تاع البيض، مبشور تاع حبة تاع ليمون، ولا حبة تاع برتقال، إذا حبيتوا تدوا لوغو تاع لورونج ديروا برتقال، ولا لوغو تاع الليمون ديروا القارص، وعندنا مغرفة تاع الخل، هذا واش عندنا، الحاجة الأولى. حنجيبو باتور ولا نخدمو بالفوية، ماشي حاجة كبيرة، باسكو عندنا حبة بيض واحدة. هنا مشاهدينا الكرام لازم السكر تاعكم، لازم السكر تاعكم يدوب. علاش يدوب؟ لو كان السكر تاعكم متذوبوهش مليح مع الحبة تاع البيض، ديك لازم تاخدو له راي باش تنجح لكم الكاطو، الكاطو تاعكم يجيكم يابس. هنا لازم الحبة تاع البيض مع الكاس تاع السكر تضربوهم مليح حتى وين السكر يولي ما يبانش. راح نجيبو بسم الله الحاجة الأولى، راح نديرو هذه الحبيبة تاع البيض، نضيفو عليها الكيلة ولا الكاس تاع الشاي تاع السكر. هنا لازم تبعوني، ما تكتروش بزاف، ما ديروش كيلة كبيرة، كان ديرو كيلة كبيرة مشاهدينا الكرام راح تباتوا وتقلوا ما تكملوش. بسم الله، عفوا، هنا مشاهدنا الكرام بعد ما يذوب لنا داك السكر مع الحبيبه تاع البيض، نضيفوا عليه نفس الكاس اللي كيلنا به تاع الزيت، ونضيفوا عليه نفس الكاس تاع الحليب.
نفس الكاس اللي كاين نادل صح. راح نضيفو مغرفة تاع الخل هذه المغرفة تاع الخل وراح نجيب حبة تاع القارص نبشرو يا الليمون يا البرتقال. انا في وقت الحمضيات كاين كلش وراح نضيفو باكيتا خميرة كيميائية مع مغرفة تاع لافاني يلا توجد مكالمة. السلام عليكم أخت كهينة، مرحبا بك. ماذا؟ ألو. السلام عليكم، مش راكي؟ عليكم السلام. صافا لاباس ماذا؟ ماكي مليحة؟ ألو. أني سمع فيك. لاباس الحمد لله. وشو مناسب جاية؟ من فضلك مادام سمعينا برك من جهاز تلفزيون وكوبي نقصي شوية سمعينا من التليفون سمعينا من التليفون من فضلك مادام تلفت لي سمعتيني مادام؟ ألو انقطعت المكان. فضلكم مشاهدينا الكرام إذا تكرمتم واتصلتوا بنا نقصوا مليح الجهاز تلفزيون وسمعونا من الهاتف. هنا مشاهدينا الكرام عندي قلت لكم 6 كيلات تاع الفارينة هكذا راني نلاين في الكاطو تاعي ما تيبسوهش غير بالعقل هكذا راح يجيني نورمال سوا سوا. هكذا نلاين من الكاطو تاعي مليح فوالا. هنا القطو تاعكم بعد ما تلايموه هكذا لازم يقعد يلصق لكم شويه في يدكم ماشي حاجه ما يجيكمش ما يجيكمش يابس هكذا باش كي تخدموه هكذا راح يجيكم الشباب. نكمل برك نمسح برك يدي ندي براسي لا طابل ونبداو نشكلو فيه. نذكركم بالنسبه للناس اللي حقوا بينا الروطار هادو الصبيعات تاع العروسه راح يجيكم خفاف راح يجيكم طريين في نفس الوقت مكونات تاعهم اقتصاديه ديروهم للقهوه يا تاع الصباح يا تاع العصر صدقوني راح يعجبكم بزاف. ميم وليداتكم راهم في العطله راح يعجبوهم ويجوهم خفاف تقدروا بعد ما يطيبوا ديروا شويه تاع سكر كلاصي ولا شويه تاع سكر عادي وترمدوهم من الفوق. هنا واش راح نديرو؟ هنا الدجاج تاعي راهو ديجا واجد راح نطفيلو راح نرومبلاسي في بلاستو المقله اللي نقلي فيها هادوك الصبيعات نتاعو. انا واش راح ندير؟ دقيقه برك نهيئ لكم برك المجال باش تشوفوها مليح صح. الطنجره تاعي نحطها منه هذاك الصدر تاعي تاع الدجاج ولا لاكويس اللي تكونوا درتوه لازم تدخلوه للفرن يتحمر شويه مع البسباس. هذاك المرصو تاعنا تاع الدجاج دوك نديروه في الفرن يتحمر لنا شويه باش ياخذ شويه لون ذهبي هو تانيك
هكذا. عندنا كميه تاع الزيت نديروها في المقله الحاجه الاولى باش تسخن لنا مليح. بعدها نجيبوا دوز اسيات، هذا واحد هذا راح نديرو، هذا نديرو لو بابي ونقليو، بعد ما نحيوه نخليوه تما يقطر هكذا. يلا قولوا لي شحال مازال وقت. اوكي هنا مشاهدينا الكرام راح نديرو الصبيعات تاعنا هذوما تاع العروسه هكذا. ها ناخذ شويه تاع العجين، قلت لكم زاكي شفتوا برك باللي درنا بالكيلنا بتاع الشاي، كاس تاع الشاي، وقلت لكم لو كان نديرو كاس كبير تضربوا نهار كامل نتوما تقليو وما تكملوهش، صافي دير ما ديروش بزاف لا كونتيتي. وهي الطريقه تاعو سهله، هذه تقطع لكم بالك واحد 30 حبه ولا 35 حبه وراح تجيكم شابه وخفيفه، واذا خلاص لكم وعجبكم تقدروا تعاودوه، ماشي حاجه اللي كبيره. ها ديرهم على شكل ديبوده ولا حرابش هكذا، سي بور سا سميناهم صبيعات العروسه. ها ميم الطريقه تاعهم تاع التشكيل سهله، حطوهم في اسيات قدامكم، خلوا الزيت تسخن، بعد ما تسخن لكم الزيت نقصوا لها شويه باش ما ينحرقولكمش من برا، والداخل يجوكم خضر. نعاود نذكركم الوصفه واش فيها، جبنا الكاس تاع الشاي اللي هو الكاس تاع لاتاي، هو اللي درنا به العبر، هذاك الكاس تاع لاتاي درنا به كيلة تاع السكر، كيلة تاع الزيت، وكيلة تاع الحليب، حبة تاع البيض، مبشور تاع الليمون، مغرفة تاع الخل، باكي تاع خميرة كيميائية، ولافاني بودر ولا حبيتو تانيك ليكيد على حساب واش عندكم، وستة كيلات نفس الكيلة اللي كيلنا بها هذوك تاع الشاي فارينة. هنا بعد ما تسخن لكم الزيت، هنا مازال ما سخنتش مليح هكذا، نديرو هذوك صبيعات العروسة تاعنا هكذا يتقلاو فوالا، دوك يديفلوباو ويجيكم شابين مفخفخين ويجيكم بوكو بليس خفاف ويدوبو في الفم. هادو هما الصبيعات على العروسه اللي رانا نوجدو فيهم، حنا نزيدو نوجدو شويه في نفس الوقت راني نعسو فيهم باش ما ينحرقوناش هكذا. هاي الطريقه، حاجه سهله بزاف. نعاود نذكركم برك باللي هذاك القطعه تاع الدجاج قلت لكم دوك نحطها من الفوق فوق هذاك البسباس باش تدي لي شويه لاكولار، تقراتينا لي شويه يتحمر لي داك القطعه تاع الدجاج، بعدها نحطها في لاسيات وندير عليها هذيك لاصوص اللي قلت لكم فيها غير الحميصه. تقدروا بالنسبه للناس اللي ما يحبوش الحميصه ولا يحبوا يبدلوا يديروا الجلبانه ولا يديروا الزيتون، ويديروا هذاك البسباس كامل صاير داير فوالا هكذا. نشوفوا برك هنا ديجا راهم بدات الزيت تاعنا تسخن مليح، شوف كي يدير لكم الفقاعات هكذاك. يلا توجد مكالمة. السلام عليكم. شاف انا من متابعينك الاوفياء، دايما تبع الوصفات الله، الله يطول عمرك. اليوم يعطيك الصحة، اليوم حشمتوني شوية. والله غير يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. الله يحفظك ويطول عمرك ويعطيك الصحة أنت تاني. قولي تعجبك شوية المأكولات؟ عجبوني الوصفات برك يا الله، تاع قلت لاصوص تاع البشاش تدير لهم الحشيش تدير لهم هذا مثلا. واش قلتي لي؟ واش قلتي؟ خضر تدير لهم. والله ما فهمتك. قلت لك كيما قلت لاصوص اللي نديرها على البسباس اللي دخلهم الداخل. اكزاكتوم، الحبة تاع البسباس كيما فيديو ها، نديروا شويه ملح وشويه فلفل كحل، نمسحوا مليح الحبه تاع البسباس الكحل تاعنا باش ما تجيناش صامطه، بعدها باش نديروا فوق هذاك اللحم المفروم ولا تحبوا دجاج ولا الدانداشي ولا كل وحده، ودير مقدوره. يعطيك الصحه، هذا ما كنت ويكونوا هكا خضر. خضوره خضوره، خلوهم يطيبوا في الفرن باش ما تسرقلكمش كامل القيمه الغذائيه تاعهم. يعطيك ويطيبوا نورمال. يطيبوا عادي، دوك نخرجوهم من الفرن ونمسوهم باللي طايبين. خلوهم يطيبوا غير في راحتهم. يعطيك الصحة ومزيد من التألق والنجاح. الله يطول وبالتوفيق إن شاء الله. الله يطول عمرك مدام ومرحبا بك في كل وقت أختي. شكرا.
احنا من المتابعين تاعك. انتوما ما تعج راسي، مرحبا بكم. عيب سلام على عمرك، تعيشك، شكرا. نقصوا برك شويه الفرنو، ديجا نسيت عليهم، داو لي شويه لاكولر. هنا مشاهدينا الكرام نعاود نذكروكم باللي هادوما الصبيعات تاع العروسه، المكونات تاعهم كاينين في كل دار، تقدروا كيما راكم دوكا تنوضوا غير واحده واحده وتروحوا تكلوا على الله وديروهم تشربوا بهم قهوه، صدقوني غير يذوبوا في الفم. هنا بعد ما يطيبوا لنا، دوك تشوفوا بعد ما يطيبوا لنا تقدروا ديروهم ترمدوهم في شويه سكر عادي، ولا تحطوهم في اسيات ولا في حاجه وديروا فوقهم، ترشوا من فوقهم شويه تاع السكر كلاصي، راح يجيكم بزاف شابين. هكذا شوفوا معايا هنايا كيفاش ديفلوبيت الحبه، هكذا ديفلوبيت الحبه، زغدو غير شويه الزيت. قلت لكم هنا بالنسبه للزيت، الزيت زيدوا لها كي نرموا الحبات نتاعنا ولا الصبيعات نتاعنا تاع العروسه، نقصوا شويه للزيت باش ما تطيبناش من برا والداخل تقعد لنا خضره. خذوا زوج فراشات، شوفوا كيفاش راهم طريين 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 درجه كبيره. شوفوا برك هنا كي تاخذوا زوج فرشيطات وتقعدوا تتبعوا فيهم غير بالعقل حتى وين تنحوهم. احنا ناخذ هذه انا نحي بها من بعد، هاي نخليها هنا، نوجد برك شويه تاع سكر كلاصي ولا سكر عادي. يلا مشاهدينا الكرام، قلت لكم راح ندير شويه تاع السكر كلاصي نحطو على اليد هنا، سي بون هذا بزاف. هنا بعد ما يطيبوا لنا نحوهم غير بالعقل، بسكو بزاف طريين فوالا. هذو ما قلت لكم داو لي برك شويه لا كولر، مي جاو يشهوا هكذا. لكم صدقوني غير يذوبوا في الفم هذو مصبيعات تاع العروسه، لا بروف راني وني نقيسها قريب تكسر فوالا. خليهم برك يشربوا شويه في البابي. يلا توجد مكالمه. السلام عليكم. السلام عليكم. واش راكي مدام؟ لاباس الحمد لله، عجبوني كاع الماكله كدير فيهم كاع عجبوني. ويعطيك الصحه وان شاء الله نتمنى لك النجاح. يطول عمرك. وربي يحفظك. عجبو شوف درت خطره بسبوسه اللي درتها انت، بسبوسه حدات بسبوسه درت كل خير. كل خير درتو، المطعم اللي فتحتو مبروك عليك. الله يطول عمرك. والعقوبه لحاجه واحده اخرى ان شاء الله، وين تبع فيك كل لقطه بلقطه. الله يطول عمرك تعيش. يسلمك يعيش خويا، ربي يحفظك يعطيك الصحه. مازال لنا غير حاجات كيما نقولوا معارك الخفاف هذو الصوالح هذو ان شاء الله، نبرمجوا لكم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله كل ان شاء الله. هيا السلام عليكم وربي يحفظك. يطول عمرك تعيشي. شوفوا مشاهدينا الكرام، انا كنت قلت لكم تقدروا ديروا لهم شويه تاع سكر كلاصي من الفوق، كيما تقدروا ثاني مشاهدينا الكرام ديروا لهم شويه تاع سكر عادي. سكر عادي هاكشو كيفاش بفرخ شدوا ليا، معليش هادوما شدوا لي، قلت لكم غير شويه دوك نحوهم. انا مشاهدينا الكرام واش بقى لي انا هذاك المرسو تاع الدجاج دوك نحطهم الفوق زيت تاعي يتحمر لي شويه، ونزيد نقلي لكم مقله ولا اثنين هادية ونشبعها ونحطها لكم. الله الله. وبالنسبه للوسمو هذيك السلاطه اللي قلت لكم عليها تاع البسباس، راني وجدت لكم الماريناج نتاعها دوك نوجدها ونحطها لكم قدامكم. يلا مشاهدينا الكرام اذا تكرمتم قعدوا معنا، نروحوا فصل قصير بالخف نوجد لكم لاطاب ونعاودوا نرجعوا. يلا مشاهدينا الكرام رانا رجعنا لكم. بالنسبه للوصفه تاع اليوم جاوي شهو راه مقدامكم، اللورداف هذه كلها السلطه تاع البسباس اللي كي بزاف شابه. شوفوا لا بريزونطاسيون تاعها، خليتها في السام، قلت لها غير شويه تاع المعدنوس من الفوق وبراش تاع القارص هكذا، ديروا شويه تاع القارص هكذا من الفوق
وتناولوها غير بالفرشيطه راح تكون صحيه 100%. مام الناس اللي ياكلوا ولا يديروا ريجيم راح تساعدهم فيها غير زيت الزيتون والقارص والبسباس مفور، راح تكون بزاف بنين. هذا البسباس بروفيتيو منه، وقيمه غذائيه كبيره. وهنا مشاهدينا الكرام خليته في لو بلان، ما حبيتش والو ندير له بريزونطاسيون باش تشوفوا كيفاش جا، باش تشوفوا القوام تاعو، باش تشوفوا تانيك لاصوص، شوفوا لاصوص كيفاش جات. هذيك الصلصه اللي درنا لها لا كريم فخاش وسرقنا شويه من هذيك اللي كان يطيب فيها، وزدنا لها شويه تاع جبن مبشور، كيفاش جات الله الله. تشا هي ليكيب البسباس هذا تاع اليوم بنه كبيره. مشاهدينا الكرام وبالنسبه للصبيعات هذوك تاع العروسه، شوفوا تاني قدامكم كيفاش. انا قلت لهم هذو شويه تاع السكر كلاصي، وكاين قلت لهم شويه تاع السكر عادي. وبالنسبه للقوام تاعهم شوفوا كيفاش جا، يدوب في الفم وخفاف وطيبين حتى للقلب. هذوما طيبين قلت لكم حتى للقلب. مشاهدينا الكرام ان شاء الله حست اليوم كانت نالت اعجابكم، ان شاء الله تكونوا دونتوا معايا الوصفات، ان شاء الله تكونوا الخطوات بوكو بليس باش كي تروحوا تخدموا الحاجه تكون نجحت لكم 100%. كاين واحد العامل معنا هنا واسمه مهدي، لانيفرسير تاعو اليوم، تحيه كبيره لك من عند كامل ليكيب تكنيك، قالوا لك بون انيفرسير عقيبا ان شاء الله ل 100 سنه. ونقول لكم انا استناوني ان شاء الله باعداد جديده وبوصفات جديده. سلام.